وأناشد أبنائي وإخواني أعضاء النيابة العامة والسادة القضاة الذين تقدموا باعتذارات، أناشدهم أن يعدلوا عنها. وثقوا أننا لن نعاقب شعب مصر، ولا يقدر أحد على عقاب شعب مصر، وأن الانتخابات القادمة جولة الإعادة ستكون تحت إشراف قضائي كامل، وأننا سنشارك فيها ومعنا زملائنا مهما أوذينا ومهما بذلنا. ويشهد على هذا الأستاذ ثروت شاهد.